عندك ها؟ على فين؟ على فين؟ انت اللي فيال عندك كتير ها؟ كتير عمرو. عايزين نعرف بقى عمرو جمال، بدايه، اخبارك، بيت، المونيوم، ناجح حمادي، يعني عايزين نعرف بقى بدايات عمرو جمال. انا من ناجح حمادي في قنا، وبدات الكره في الالومنيوم ناجح حمادي من وانا عندي 10 سنين. بس انا عانيت جدا يعني في الاول، لان انا والدتي مدرسه، ف مدرسه رياضه، ف رياضه فالموضوع بالنسبه لي كان هي مهتمه بالتعليم اكتر، لكن والدي كان بيشجعني واخويا لانهم كرويين يعني. عارف ان والدك تاجر؟ والدي تاجر مع محلات سوبر ماركت ومحلات ملابس. سوبر ماركت وملابس؟ ما اعرفش بقى، هو انا طلعت لقيته كده. ماشي كمل. فطبعا بدات في الالومنيوم، رحت هناك الاختبارات عادي، ورحت لوحدي، ركبت عربيه لوحدي، لان ما بين الالومنيوم ونجاح حمادي وانا صغير جدا، وكانت مشكله بعد الموضوع ده. نجحت في الاختبارات، وبعدين ابتديت بعدين اشتغلت على نفسك. مسكني بقى اللي فرق معايا مدرب هناك في الالومنيوم، كان دلوقتي كان مدير النادي في السنه اللي فاتت، اسمه كابتن صبري فراج. وكابتن صبري من الناس اللي فرقت معايا جدا 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 في حياتي يعني في الالومنيوم، وبدا يهتم بيا ويهتم ان انا عندي موهبه. وكابتن صبري ده على فكره يعني مرن محمد ابو هبه الله يرحمه. لا ما كان بيلعب في الالومنيوم. محمد ابو هبه لعب في الالومنيوم قبل ما يروح الاسماعيلي. ومرن كابتن سيد معوض وعمر جمال كمان. كان ممرن ناس كتير جدا. وكان بيتوقع لهم انه يبقوا حاجه كويسه. قال لك انت هتبقى حاجه معاه صوره. والصوره دي موجوده من وانا متصور معايا من وانا عندي 13 سنه. وقال ان انا هلعب يعني اهلي وزمالك، وهلعب منتخب مصر. وراني الصوره دي اول ما رحت الاهلي. ده اسمه عم كابتن صبري فراج. معروف جدا يعني. كابتن صبري فراج حتى هو لعمرو جمال مرن ميدو جابر كمان في الالومنيوم، ومرن لو تعرف طبعا بكار. بكرايت سموحه. بكرايت سموحه. فهو داخليه. طيب قول لي في حد عرضك منعك لما رحت الاختبارات ونجحت؟ والدتي كانت بتعرضني على الكرة، ما كانت، بس انا قدرت يعني. انا كنت من الناس اللي بتذاكر وبهتم بالكورة. والله ما تعرفش يعني دلوقتي بتقول لك ايه لما هي ما كانت بتعرضك؟ والله لغاية دلوقتي يعني بعدي عنها برضو فارق معاها جدا. يعني بتتضايق يعني. مش فارق معاها، لكن طبعا هي خلاص يعني، هي بدأت تشوف ان انا مبسوط، فهي مبسوطة يعني. طيب قبل ما اخش على انضمامك النادي الاهلي، طب ما جبتش سيرة اخواتك؟ يعني قلت كلمت عن والدتك، كلمت عن والدك. اخويا واخواتي طبعا. يعني انا عندي احنا خمسه اخوات. اثنين بنات وثلاث ولاد. انا الوسطاني ما بينهم. وخلي بالك اخواتي فيهم اهلاويه وزملكاويه يعني. واخويا الكبير اللي هو كروي جدا. انا من اهلاوي. من يومك؟ والله بجد بجد. اخويا زملكاوي يعني. انا اخويا زملكاوي. والدك؟ ووالدي اهلاوي. ووالدتك؟ اهلاويه. اختي زملكاويه. يعني عندكم اثنين زمالك في؟ عندي ثلاثه اهلي واثنين زمالك. اثنين زمالك. بس فابتدي انضمامك النادي الاهلي اللي رحت وانا بلعب، لعبت في فريق اول مع كابتن حسين عبد اللطيف وكابتن محمود مرزوق. لعبت ماتش في كان بيتذاع على برنامج قديم استاد بلدنا. كان معايا لعيب بيلعب معايا في الالومنيوم، كان اسمه كابتن ثابت من سوهاج. يعني الكلام ده اول مره اقوله. كان لعيب كويس جدا. فقال لي الكابتن مصطفى يونس، كان له علاقه، قال له اتفرج على المهاجم بتاعنا. عنده 16 سنه. وكان مصطفى يونس في الوقت ده، كابتن مصطفى كان ماسك منتخب الشباب. عملت ماتش كبير جدا وانا عندي 16 سنه، وكنا بنلعب في الكاس في دور ال 32، وجبت جون. فالكابتن مصطفى جابني التجمع بتاع المنتخب وانا من الالومنيوم. لعبت مع كابتن مصطفى ماتش. وكان بيتفرج على الماتش ده الكابتن ناجي خليل، كشاف في النادي الاهلي. تمام. وانت كابتن ناجي جايب لعيبه كتير جدا في النادي الاهلي. كان كابتن ياسر رضوان ماسك فرقه ال 17 سنه، وكان محتاج فروت في النادي الاهلي. كلمني بعدها كابتن ياسر، وكان ماسك مستر كولين. فمستر كولين سال كابتن ياسر، احنا ما نعرفوش يعني، لسه ما اتفرجناش عليه، فاحنا هنجيبه ازاي النادي الاهلي؟ 17 سنه. قال له لا يعني دي لازم يجي هنا ينزل تمرين وكده. فكابتن ياسر كلمني، فقلت له الموضوع صعب لان انا مع فرقه وبلعب فرقه اول، فاجي طبعا.
فانا ممكن المنتخب المعسكر الجاي. كلمني كابتن عادل القيعي قال لي انت عايز تلعب في الاهلي؟ قلت له اه يعني طبعا، وكنتش مصدق بقى ان عادل القيعي بيكلمني. فقال لي طب اقفل تليفونك 48 ساعه واكلمك الصبح. ليه؟ ما اعرفش بقى. اه اقفل تليفونك، خايف ان حد يتدخل. اه اقفل اقفل تليفونك و 24 ساعه 48 ساعه واكلمك. اقري برضك كابتن عادل القيعي. فانا بقى قاعد مستني بقى اقفل التليفون حتى بيأمن يعني. بعدين كلمني قال لي مبروك يا حبيبي وهتبقى اضافه لينا ان شاء الله، ومبروك في بيتك من غير ما امضي ولا اي حاجه. وبعدين لا لا خالص دخلت بعد كده. هو مبروك والله على طول كده. بعدين دخلت حاجه خالص. لا لا يا راجل هقول لك كل حاجه تاني. بعدين دخلت كان عندي امتحانات في الجامعه في الثانويه، وامتحنت. وبعدين رحت بقى رحت القاهره مضيت. كان عم عبد الله ده يعني اداري مشروع اقدم اداري في النادي الاهلي. جابني عند جالي المحطه مضاني ونزلت امتحنت. وبعدين قعدوا يكلموا عشان اجي بقى. جيت بقى نزلت تمرين، كان فاضل 3 تمرينات وماتش مهم جدا للفرقه يعني. وانا كنت جاي بمبلغ يعني 500,000 جنيه، دي كانت في الوقت يعني، ولاعيب صغير جدا كان كتير جدا. نزلت التمرين عملت تمرين وحش جدا. لا والله جدا. اول تمرين عملت تمرين وحشه جدا. جه بقى الكابتن احمد ماهر قال لي تعالى عايزك في الاوضه. كان رئيس قطاع الناشئين، وش احمر بقى. قال لي لا انت جايب بفلوس كتير قوي، مش هينفع بالمنظر اللي انا شفته النهارده. لا انت هتلعب يعني هتلعب. خفت ساعتها اول ما قال لك الكلام ده؟ انا خفت طبعا يعني. بس انا كان عندي ثقه في نفسي يعني. انا كنت بلعب درجه اولى والامور، فكنت عارف ان الكره يعني بتروح وتيجي ومفيش مشكله. انا بعدين لعبت بعدها بيومين، لعبت اول ماتش. جه كابتن ياسر رضوان دخلني في اوضه قال لي عاده اللي بيجي النادي الاهلي بياخد وقت عشان يلعب ويبتدي وبتاع، بس احنا محتاجينك واحنا عارفين ان انت لعيب. فاكر اول ماتش كان مع مين؟ طبعا مش هنسى الماتش ده. كنا بنلعب الترسانه في استاد الترسانه. والترسانه في الوقت ده كان متصدر. وكان معاه فرقه قويه جدا في الوقت ده، وكلهم بيلعبوا درجه اولى. ونزلت التسخين، بدات الماتش نزلت التسخين، لقيت كله بقى موجود. باشمهندس عادل القيعي والكابتن عصام حفيظ وادي الكابتن هادي خشبه. وكله بيتفرج عليا. بدات الماتش كسبنا 2-0، جبت الجونين. الجونين يبقى بدايتك كانت قويه مع النادي الاهلي. يعني انا بعدها بموقف حصل لي ظريف جدا. بعدين رحنا لعبنا انبي في انبي. كسبنا 1-0، جبت الجون. لعبنا المقاولين كسبنا 2-1، كان صلاح بقى والنني بيلعب قدامي. كسبنا 2-1، جبت الجون. بعدين لعبنا فاكر ايه اللي حصل بينك وبين صلاح والنني في الماتش ده؟ لا بس انا فاكر كانوا عادي إن كانوا واخدين وضعهم ولا كانوا صلاح والنني من يومهم كانوا هم وعلي فتحي. وعلي فتحي كانوا مميزين جدا في الفرقه. ودول كانوا في المنتخب. فعملت ماتش كويس وجبت جون. بعدها بالليل لقيت جالي تليفون وكده من الكابتن ياسر، فين نايم بدري وكده. قلت له قال لي طب بكره الصبح مع الدرجه الاولى تروح التمرين الساعه 7:30 الصبح، تبقى موجود هناك على طول كده. طيب الدرجه الاولى بقى الموضوع هنكمل مع الدرجه الاولى لان انا جعت. وانا كمان. وانت جعت؟ جدا. انا جعان. انا جاي على فين؟ تحب تاكل ايه؟ اي حاجه ايه يعني؟ بس انا باكل اكل صحي. ف لا صحي ايه علي. انسى النهارده يوم الشنطه بتاعتك هناك. فيها كل حاجه. هناكل مع بعض. يلا بينا. يلا بينا.